الشباب دول أفضل مني ومن كتير قدروا يعملوا اللي إحنا ما قدرناش نعمله وإحنا في سنهم. أنا فخور بإني مصري عشان هؤلاء الشباب في مصر. شاركت مع الشباب من يوم 25 يناير، ما كنتش في القاهرة، كنت في السويس، لكني فوجئت بإن مصر فيها هذه الورود، مصر فيها هذه الثروة، مصر فيها هذا الجمال الذي يذكرنا بتاريخ مصر العظيم. أنا كنت من الدعاة اللي ممكن يكون بينهم وبين النظام نوعاً من الهدوء نوعاً ما، وكان الرئيس رئيس الجمهورية خط أحمر بالنسبة لي، لكن لما شفت الشباب في السويس بيتضرب عليهم رصاص حي من مصريين، ساعتها الخط الأحمر ده اتشال وما بقاش عندي خطوط، وما بقتش المظلمة بيني وبين النظام كداعية، ده بقت المظلمة بين الشعب وبين النظام، وأنا واحد من الشعب. رئيس حسني مبارك مسؤول عن كل مظلمة، وأنا شخصياً المظالم التي وقعت علي ووقعت على تلاميذي وأحبابي والدماء، أنا ما بسمعش من ودني الشمال من يوم الأربع، ودني الشمال عدى من جنبيها رصاصة وخبطت في الدبابة اللي أنا كنت مختبئ وراها والرصاصة عندي، أنا هسأله يوم القيامة عن هذه الرصاصة. هذه الثورة فيها المسيحيين، فيها اليساريين، فيها الشباب اللي المسلم، فيها الشباب اللي بيصلي، فيها الشباب اللي ما بيصليش، فيها المغنيين، هي ثورة لكل الناس. ميدان التحرير الآن هو دولة. حضرتك تخيل أن في ميدان التحرير لجان تدير هذا الميدان. هناك لجان للإعاشة والطعام، هناك لجان للنظافة، هناك لجان للبيئة. احنا الآن في الزبالة هنا بنفصل الزبالة العضوية عن الزبالة الصناعية. انت متخيل الشباب بيعملوا ايه؟ الدولة ما بتعملش كده. مش عايزينك مش عايزينك. تعلمت في مدرسة ميدان التحرير ان السن، العمر والشهادة والمكانة ملهاش اي قيمة قدام حب البلد. أنا شفت شباب في منتهى الشجاعة، ولد جاني بيقول لي يا شيخ يوم موقعة المتحف متأكد إن أنا لو مت هنا هموت شهيد؟ قلت له رامي أنا نفسي أموت شهيد. قال لي طيب أنا رايح وبتهيألي أنا هموت. مفيش 10 دقايق لقيتهم جايبين جثة، لقيتها رامي مضروب برصاص أهل من قناص. لما تلاقي شاب زي ده كان المفروض يضرب بالرصاصة دي بإيد الصهاينة مش بإيد أخوه المصري. ده علمني كتير قوي، علمني إن البلد دي جميلة وبلدنا بخير ومصر بخير وشباب مصر بخير طول ما الشباب دول. طول ما الشباب دول في مصر، مصر هتبقى أحسن بلد في الدنيا. شباب يحب البلد دي بجد عشان البلد دي تستاهل تتحب.